ده قال في النصرة العلمية. عبد الرحيم ده قاعد في الحلقة في شبح نزل في رواية شيخ قال ثم صعد فقال الحاضرون يا شيخ ما هذا الشبح أو الشيخ؟ قال هذا ملك من ملائكة السماء وقعت منه هفوة غلط لغلطة صغيرة فجاء يستشفع بنا إلى ربه فشفعنا له عند الله فقبل الله شفاعتنا فيه. الملك قال غلط جاء الشيخ قال لي الشيخ الملك ذاته طلعوه مع الشيخ قال لي الشيخ أنا غلطة أشفع لي عند الله. قال له يا الله الزول له عشان أنا أرجعه. قال بعد شوية رجعوه والله الذي لا إله غيره. عشان كذا هنا كاتبين لا دقيقة توسل عديل كذي لا بالنص كاتبين استشفاع أيوة تشفع الملائكة بصالحي الإنس صفحة 341 تشفع الملائكة بصالحي الإنس. في ملك بيجي الإنس بيقول لا أشفع عليه ده كلام شكيف في الكتاب ده جايبين قال الشيخ عبد القادر الملائكة عندهم شيوخ كاتبها في الكتاب ده هنا قال الملائكة عندهم شيوخ والجن عندهم شيوخ والإنس عندهم شيوخ وأنا شيخ الكل. الزول ما شخشخة مرة واحدة والله قال الملائكة عندهم شيوخ والجن عندهم شيوخ وأنا شيخ الكل. بعد ده يقول لك ما أتكلم في الناس بعد شغلته دي في الكتاب ده طبقات الكبرى الشعراني كل هوس. الله قال في القرآن عن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال تعالى عنهم في سورة التحريم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال عنهم في سورة الأنبياء لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قال عنهم في سورة النحل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أخي تلعب بالملائكة يا أخي معقولة يا أخي؟